عايزة حاجة؟ حضرتك تحب تشرب حاجة؟ لا متشكر، مش عايز حاجة. قرفة، جنزبيل. قلتلك مش عايز حاجة. يا سم، هو في ايه يعني؟ انت ما بقيتش عايزني ولا ايه؟ بقولك يا بنت انتي، انا مش رايق لك دلوقتي. الله، هو انت هتفضل قلبها لنا محزنة كده؟ ده حتى الحي يبقى من الميت، وبعدين حرام عليك نفسك، هتفضل ممقع عينيك في الجرنان اللي كل اخباره نحس ده؟ هتتقهر في الاخر. انت بتعملي ايه يا بنت انتي؟ باخد الجرنال ده، كفاية عليه كده. انت تقبلتي واقفه تتسايري معايا؟ الله بقى، عشان خاطري يقوم افرفشك حبتين. لا وحياتي. طيب اطلعي زبيني على اوضتي. طب ما تعوقش، هطلع انا اقرا بقى في الجرنال ده شويه. ايه انكتب لي يا روح معاكي رتتتتم لي يا البال. ايه دي؟ بتعمل فيها ايه؟ بتعمل فيها ايه؟ هدي لما سلم دي. لا 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 لا، يا صباح الفل والياسمين، ايه المفاجأة الجامدة دي؟ صباح الخير. يا ترى ايه سر الزيارة المفاجأة دي؟ ايه؟ مش عايز تشوفني ولا ايه؟ ده كلام، احب اشوفك كل ساعة طبعا، بس مستغرب. اصل انا مش عايزة اضيع وقت، عايزة اعرف الحكاية على طول. حكاية ايه؟ حكاية الصورة دي. أنا ما كنتش أعرف إنك من هواة جمع التذكارات. لا بقول لك إيه؟ أنا النهاردة بالذات مش عايزة لف ودوران. أنا عايزة أسمع كل حاجة من طقطق السلام عليكم، وقال لها هتبقى آخر مرة أقابلك فيها. أنت فاهم كويس أوي إن أسماء ونبيل حكوا لي على اللي حصل بروسيا، وبالتفاصيل. وأنا متأكدة إنك الراجل في الصورة دي. طيب مادام متأكدة، مش خايفة؟ لا مش خايفة، أنا مش عيلة صغيرة، وفاهمة كويس أوي أنت بتفكر فيا إزاي، وعارفة ومتأكدة أنك مش عايز تأذيني، بس أنا عايز أعرف كل حاجة. عايز أعرف حكايتك إيه بالظبط. بس أنا حكايتي عايزة قلبك يعني. وأنا قلبي حديد؟ أفرجك إزاي يعني؟ نطلع نصطاد سوا. يا فاضل مش قلنا بلاش لف ودوران؟ براحة براحة براحة. نطلع نصطاد سوا، أشوف قلبك الحديد، أحكيلك. ولو ما طلعتش؟ مش هحكيلك. مش هحكيلك. ماشي، خلينا نشوف اخرتها معاك. حلو الكلام. احنا طبعا لبسنا مش هينفع لا صيد ولا جبل ولا كده. انا هخش اغير دلوقتي وانت طلعي على بيتك، غيري واستنيني هعدي عليكي اخدك ونطلع نصطاد. قومي يا بت انزلي المكتب، هتلاقي علبة سيجار، هاتي لي واحد واعملي لي كاس. يا عيني على الروقان، الحمد لله يا اخويا انك فرفشت والغمة اتزاحت. استاهل انا ايه بقى ان خليتك فرفشت؟ تستاهلي ضرب الجزم على نفوخك. الله، ايه انت هتتسالي معايا روح امك؟ قومي نفذي اللي قلت لك عليه. طب يا اخويا ما تشخطش قوي كده احسن الضغط يعلى عليك. ادينا ضغط يا بنت. Thank you.
سيبك انا بقى يا بيه وانزل اشوف حالي. اقعدي يا بنت ما تنزليش. احسن المدام تطب عليه. لا ما تخافيش، المدام مش هترجع دلوقتي. الا قول لي يا بيه، احسن انا يا اخويا هموت وافهم. هو انتوا عاملين كده ازاي؟ عاملين كده ازاي يعني يا بنت؟ يعني كل واحد فيكم كده عايش مع نفسه، ولا كانكم متجوزين. يعني لما اقصد دي الكلمه ما تاخدنيش. انت معاك ست زي القمر ونجمه سين واخر قرار، وانت يا اخويا ولا معبرها ولا فارقه معاك اصلا. هما مش بيقولوا القلب وما يريد. انا بقى شبعت من نجمات السينما الجميلات الامارات دي، خلاص زهقت من الصنف ده. عارفه يا بت، انا وانا صغير في الثانوي كنت بروح نادي ريفولي العب بلياردو هناك، بلعب مع احمد رمزي وعمر الشريف. علشان كده حياتي كلها كانت مع الشنط بتاعتهم. يمكن ده اللي خلاني ان انا اشبع من نجمات السينما واشوفهم. بدات معاهم من زمان قوي، من ايام الابيض والاسود. عشان كده بقوم بيموع نفسي. يا حصتي، طب واتجوزتها ليه يا اخوي؟ ليه يعني؟ ما انا متجوز قبلها ثلاثه وهي الرابعه، وان شاء الله لما اتجوز الخمسه هتبقى برضه نجمه سينما. عارفه ليه؟ لان ده لزوم المنظره. انما القلب بقى بيحب البلدي، والبلدي يوكل. وما عندكش فكرة قد إيه تعبنا في التحريات دي. تمام سعد. ادخل. اتفضل يا فندم. شكرا. العفو يا باشا. اتفضل يا وليد بيه. بدون يا مصطفى بيه، وبعدين حصل إيه تاني؟ ما حصلش حاجة أكتر من كده، دي كل التحريات اللي جمعتها وكلها بتفاصيلها في الملف اللي بعته لكم. مفيش أي حاجة تقول إن الكابتن أسامة هو اللي قتله. إنما برضو ما عندناش حد تاني ممكن نشتبه فيه. الكلام اللي أنت بتقوله ده ورطة يا مصطفى بيه. انت ما تعرفش الحاله عندنا شكلها ايه. لا عارف، ما هي واضحه زي الشمس. ده مصطفى بيه احنا متكلبشين، قاعدين على مكاتبنا مش عارفين نتحرك، لا عارفين نحقق مع حد، ولا عارفين نعمل تحريات، ولا نستجري نقبض على بني ادم من غير ما يكون معانا اوامر عليوي. مفهوم يا وليد باشا. تجيلك بقى حكايه زي غرق الدكتور عمر دي تقلب نفوخك من غير لا فايده ولا عايده. يومات يا مصطفى بيه بتجينا تليفونات من مصر تسال عن اللي حصل، واحنا مفيش في ايدينا حاجه نعملها. يعني التحريات اللي حضرتك جمعتها دي وانت طبعا تشكر عليها، مش عارفين نكملها ازاي. نقبض على واحد مشهور زي الكابتن اسامه من غير ما يكون في ايدينا دليل، علشان تتقلب الدنيا فوق دماغنا وتطين اكتر ما هي متطينه. طب انا هقول لك على حاجه، خلينا نتصل باللواء علي عبد السلام، هو موجود هنا في مارينا الغردقه. يا راجل ده ليه وحشه كبيره قوي. انا اشركته معايا في تحريات القضيه دي لانه متابعها من الاول، فخلينا نسمع رايه. وخلينا نعمل حاجه كمان، انا هبعت اجيب لك اسامه هنا عشان نحقق معاه انا وانت تاني، يمكن نقع المره دي على اي خيط جديد. وهجيبه ازاي ده يا باشا؟ لا عادي، انا منبه عليه انه يفضل هنا في مارينا الغردقه وما يخرجش منها لغايه ما يخلص التحقيق. تمام سعادتك. مالك مكلضمه ليه كده؟ مفيش، اتفضل بقى. اتفضل ايه؟ احكي. طيب افرض ان انا مش عايز احكي، تخسري عليا ازاي؟ هو احنا مش اتفقنا النهارده ان احنا هنحكي من غير لف ودوران؟ مصر تزعلني ليه؟ احنا مش هينفع نبقى اصحاب ولا نقرب لبعض بجد من غير ما تحكي لي وعلى كل حاجه. طب ايه رايك تحكي لي انت الاول؟ لا يا روح طنط، انت اللي هتحكي الاول. طب اشمعنى انا اللي احكي الاول؟ فاضل، اركن على جنب. لا خلاص اركن على جنب، انا عايز انزل. اركن على جنب. أنا آسف، أحكي لك خالص. هو أنت فاكرني عايزاك تحكي لي ليه؟ عشان نفسي أسمع نم وأتسلى؟ أنا امبارح طول الليل ما جانيش نوم، قاعدة محروقة وبفكر بعد ما سمعت اللي حصل لأسماء وتأكدت إن أنت الراجل ده. أنا مش هينفع أسيبك تقرب السهل يا فاضل. أنا شفت مرار كتير قوي في حياتي، مش عايزة أشوف أكتر من كده. بس لما فكرت قلت اديلك فرصة أخرانية. هتتكلم عدل ومن غير لف ودوران وتقولي على كل حاجة، يا إما هيبقى ده آخر كلام ما بيننا. أنا
زمان نيجي 15 سنة كده، عدت عليا أيام سودة، كحل. ما تسأليش عنها دلوقتي، أحكي لك بس بعدين. المهم رحت مع المخدرات، سرحت لبعيد. أنا أصلاً بنيتي جامدة، وطول عمري ليا في الرياضات العنيفة والسلاح والصيد والجو ده. الكوكايين بيموت الإحساس، خلي قلبك ميت، يوم بعد يوم بقيت بلطجي بس على مستوى عالي. الكوكايين عايز فلوس، ولو قلبك ميت الناس قدامك بتبقى عاملة زي الفيران. فضلت على الحال ده شوية لحد ما قابلت بزنس مان مصري كان رايح روسيا وعايز ياخد معاه بادي جارد يكون قلبه ميت. رحت معاه ولقيت نفسي هناك. شوية والراجل رجع وأنا فضلت قاعد، وبقى ليا البيزنس بتاعي، حاجة كده زي اللي صحابك حكولك عنها. فضلت قاعد هناك لحد امتى؟ لا أنا سبت روسيا بعد حكاية صاحبتك دي على طول. وجيت على مصر؟ لا أنا جيت مصر من 3 4 سنين. أمال رحت فين؟ بلاد تشيلك وبلاد تحطك لحد ما ربك أذن بالرجوع. ومن جوه قلبي، وكفايه مش عايزه اعيط. الرجاله ما بيعيطوش، الرجاله ما بيعيطوش. الرجاله ما بيعيطوش.